طيب نكمل آخر حاجة وصلنا لها، هي كانت التلات قوانين بتوعي، ال V داش بتساوي C ترانسبوز في ال V، وال I بتساوي C I داش، وعندي ال Z داش بتساوي C ترانسبوز في ال Z في ال A في ال C، ولو عندي كومبلكس كل اللي اتغير ان ال C ترانسبوز هتحط عليها ال A الكونجكت بتاعي. طيب تعالى نشتغل بال A، الحاجات اللي احنا اشتغلنا بيها ديت والماتريكس بتاعتنا، ان احنا ايه نشتغل بقى على نجيب ماتريكس لأي دايرة عندي، سواء كانت يعني اللي احنا هنشوفه دلوقتي الترانسفورمر، سواء كان 2 وايندنج او 3 وايند. طيب هنشتغل على الايه، على 2 وايندنج ايه ترانسفورمر. ال 2 وايندنج ترانسفورمر، طيب عندي الدايرة بتاعتي بالمنظر ده، هنا عندي V2 وهنا V1، هنا I1، هنا I2، هنا R2، L2، وهنا R1، L1، وعندي هنا عدد لفات N1، عندي هنا عدد لفات N2، وعندي ميوتشوال ما بين الايه، ما بين الاتنين، وعندي ثابت K بيساوي N2 على N1، النسبة ما بين عدد لفات 2 إلى ايه، إلى 1. طيب مبدئيا كده هعمل ايه، انا محتاج كل ده اعمل الرسمة بتاعت الايه الدايرة كلها على بعض، يعني محتاج الزد ايه، الزد داش، رسمة ايه الزدات كلها في الايه في الدايرة. طيب هعمل ايه، اول حاجة هنجيب الزد اصلا، هنجيبها منين، هنجيب ان الفي بتساوي زد في ايه، زد في اي. طيب انا عندي الفي اللي هي في واحد وايه وفي اتنين، بيساوي ايه الزد في الايه في الاي اللي هو اي واحد واي ايه واي اتنين. طيب احنا مبدئيا ده خلاص، ده الفي واحد، ده الخاص بالاول، العمود ده او الصف ده خاص باتنين، العمود ده خاص بواحد، العمود ده خاص بايه باتنين، يبقى واحد هنا واحد وهنا اتنين، هنا واحد وهنا اتنين، يبقى واحد مع واحد اللي هي ديت، واحد مع واحد هنا هيدوني الايه الزد اللي في الدايرة الايه الدايرة الاولانية، اللي هي علاقة الفي واحد بالاي واحد، هي عبارة عن ايه، ار واحد زائد ال واحد في البي، ادي ار واحد زائد ال واحد في الايه في البي. طب ايه علاقة واحد باتنين، علاقة واحد باتنين ايه العلاقة، هي الايه الميوتشال ما بين الاتنين، يبقى هنا ام ايه، ام في بي. طيب نفس الفكرة هنا، اتنين مع واحد هي الايه الميوتشال في البي، هي العلاقة ما بينهم ميوتشال، اما اتنين مع اتنين فهي الدايرة التانية اللي هي هتبقى ار اتنين زائد ال اتنين في ايه في بي. يبقى انا بالنسبة لي كده جبت الايه، جبت الزد. طيب طيب انا محتاج اجيب الزد داش، والزد داش بتساوي ايه، سي ترانسبوزد في الزد في السي، فانا محتاج اجيب الايه، اجيب السي، هجيب السي منين، هجيب ان الاي بتاعتي بتساوي سي اي ايه اي داش، الاي بتاعتي هي الايه الايات الاي واحد والاي اتنين. طب الاي داش ده، ده اللي هو هيبقى الدايرة المكافئة بتاعتي اللي هي اي واحد داش واي اتنين داش. طيب انا عندي الدايرة المكافئة الاي واحد، هو هو هيبقى الاي واحد ايه، الاي واحد داش، مش هيتغير لان انا بنعمل ريفيرنج للايه، للبرايمري، انا هنعمل ريفيرنج للبرايمري، فالاي واحد هو هو الاي واحد داش، يبقى انا عندي الاي واحد هو هو الاي واحد ايه، اي واحد داش. طب الاي اتنين، الاي اتنين هيساوي ايه، هيساوي اي اتنين داش بس مضروب في ايه، في ان واحد على ان اتنين مقلوب الكي، يعني كأنه اي اتنين داش على الايه، على الكي. فانا خلاص بقى عندي اي واحد واي اتنين علاقتهم بالداشات بتاعتهم، فممكن نجيب منها المصفوفة اللي هي السي ماتريكس الايه ترانسفورميشن ماتريكس، اللي هي هتبقى عندي الاي واحد اي اتنين هيساوي هنا اي واحد داش واي اتنين ايه اي اتنين داش، الاي واحد بيساوي اي واحد داش، يبقى هنا واحد هنا صفر، الاي اتنين بتساوي اي اتنين داش على الكي، يبقى هنا صفر وهنا واحد على ايه، على كي. يبقى انا من هنا جبت الايه، جبت السي ايه، السي ماتريكس. طيب جميل كده، انا بقى هنروح لاخر حاجة عندي اللي هي الايه، الزد ايه، الزد داش، الزد داش بتساوي سي ترانسبوزد في الزد في الايه في السي، سي ترانسبوزد، قلنا السي هي هي سي ترانسبوز، ادي واحد زيرو زيرو واحد على كي، الزد بتاعتي اللي انا لسه جايبها من فوق اللي هي ار واحد زائد ال واحد بي، هنا ام في بي، هنا ام في بي، هنا ار اتنين زائد ال اتنين في الايه في البي، واخر حاجة عندي هنا السي ماتريكس برضو، الواحد والزيرو والزيرو والواحد على ايه، على كي. هضرب التلاتة دول في بعض هيطلع لي الايه، الزد داش، هتطلع مصفوفة اتنين في اتنين، هي الار واحد زائد ال واحد بي، وهنا الام بي على الكي، هنا الام بي على الكي، هنا ار اتنين زائد
الاتنين بي على الكي تربيع. ديت الايه المصفوفة عندي. كل حكاية ان انا ضربت التلاتة دول، ضربت التلاتة تلاتة ماتكس دول في بعض، هيدوني الايه، هيدوني الزد داش دي. طيب الزد داش دي عبارة عن ايه؟ عندي الدايرة اللي هي خاصة بايه بالواحد، وهنا الميوتشوال ما بين الاتنين، وديت الخاصة بايه باتنين، ومعمول لها ريفيرنج فمقسومة على التربيع. طيب يبقى انا من هنا جبت الزد ايه، الزد داش. طيب انا عايز اجيب الرسمة بتاعت الدايرة بتاعتي. فاحنا المفروض من هنا كنا هنعملها بمعادلات، اللي انا هنعمل ايه، هنعمل معادلات وكل ده، بس انا هنشتغلها ايه، هشتغلها على طول. انا عندي اسف، عندي اخر حاجة ان الزد داش بتاعتي كانت بتساوي ايه، ار واحد زائد ال واحد بي، وهنا ام بي على كي، وهنا ام بي على كي، وعندي هنا ار اتنين زائد ال اتنين بي على كي سكوير. فدي بالنسبة لي بتمثل لي ار واحد والال واحد، وهنا دي الميوتشال ما بين الاتنين اللي هي ام على كي، وهنا ار اتنين على كي تربيع، وهنا ال اتنين على كي تربيع. يبقى انا الدايرة بتاعتي هتبقى بالمنظر ده. تمام، بس باينة ولا مش باينة؟ تمام. طيب يبقى انا الدايرة عندي بالايه هتبقى بالمنظر ده. اول حاجة انا عندي هنا الايه، الفي واحد، وهنا الاي واحد ايه، الاي واحد داش. ايه اللي مع الاي واحد؟ عندي هنا اهو ار واحد زائد ال واحد في البي. طيب ادي الايه، ادي الار واحد، وادي الايه، ال واحد. بس ال واحد اي ميوتشوال جوه الدايرة بتاعتي هاخدها بإشارة سالبة. اي ميوتشوال جوه الدايرة بتاعتي هاخدها بإشارة ايه، بإشارة سالبة. يبقى ال واحد ديت هطرح منها الميوتشوال دي اللي هي عبارة عن ايه، ام على كي. البي ديت عشان التفاضل ملناش دعوة بيها في الايه، في الرسمة. يبقى ام على ايه، على كي. يبقى دي ناقص ام على ايه، على كي. طيب هنا خلاص كده انا خلصت الدايرة بتاعت الاول، فاضل لي الميوتشوال ما بينهم والدايرة الايه التانية. فانا هنجيب الميوتشوال هنا اهي، اللي هي هتبقى ام على كي برضو مفيش غيرها. وعندي هنا الدايرة التانية بقى اللي هي فيها الار اتنين داش والال اتنين. تمام، فهنا عندي ار اتنين اللي هي الداش، بس مقسومة على ايه، معمول لها ريفيرنج فمقسومة على كي سكوير، وهنا ال اتنين على كي سكوير. قلنا لازم يتطرح منها الايه، الميوتشال. طالما الميوتشال دي جاية منها يبقى هتنطرح منها، يبقى ناقص ام على ايه، ام على كي. وهنا كده ايه، ال في اتنين داش، وهنا ال اي اتنين ايه، ال اي اتنين داش. يبقى ديت الدايرة بتاعت الايه، بتاعت التو ويندنج، من غير ما نخش في موضوع الايه، المعادلات. هي عبارة عن ايه، انا عندي الزد داش، الزد داش هنا ديت الار واحد والايه والال واحد، هتتحط عادي. بس الفكرة ان انا في ميوتشوال ما بين واحد واتنين، فواحد من ضمن اللي جواه في ميوتشوال، فلازم اطرحها من الايه، من ال. نفس الفكرة الناحية التانية، عندي هنا ار اتنين على كي تربيع، تمام. عندي هنا ال اتنين على كي تربيع، تمام. بس ال لازم يتطرح منها الايه، الميوتشوال. طالما الميوتشوال دي تبع الكويل بتاعي هتنطرح، زي ما هنشوف في الثري وايندنج هتلاقي في ميوتشوال مش تبع الاتنين، فدي بتتجمع. فاي حاجه تبعه، اي ميوتشوال تبعه بتنطرح من الايه، من الالات. يبقى انا عندي الدايره كده من غير ما اخش في معادلات ومن غير ما ازود حاجه، انا بالنسبه لي عندي الار واحد والال واحد هينطرح بس منها الميوتشوال اللي هي ام على كي، وعندي هنا ميوتشوال ما بين الاتنين ده ضروري اللي هي ام على كي، واخر حاجه عندي ال ار 2 على كي سكوير، وعندي ال ال 2 على الكي سكوير، ناقص الايه، الميوتشوال عشان في ما بينهم هما الاثنين ايه، ميوتشوال اللي هي ام على ايه، ام على كي. ده بالنسبه لي كده كل الايه، كل الدنيا بالنسبه للتو وايندنج ايه ترانسفورمر، ودي الرسمه بتاعته، وازاي نجيب الزد داش، وازاي نبدا من الايه، من الاول. هو كل الحكايه ان انا بنجيب الزد وبنجيب السي، وببدا اشتغل بالايه، بالزد داش عشان اجيب الرسمه بتاعته. طيب انا كده عامل ريفيرنج للايه، للبرايمري. طيب انا لو عايز نعمل ريفيرنج للسكندري، كل الحكايه ان انا هضرب كل عنصر في الدايره من الار والال والميوتشوال، كل ده هنضربه في كي سكوير، يعني كي تربيع. بدل ما هتبقى هنا هتبقى الناحيه الايه، تبقى الناحيه التانية. يعني هنا هتبقى ار اتنين، هنا هتبقى ال اتنين، هنا هتبقى ام كي مش ام على كي، وهنا نفس الفكره، ام كي هنا، ام كي هنا، ال واحد كي سكوير هنا، ار واحد كي سكوير. ديت الايه، الدايرة بتاعتي. وده كل اللي يخص ايه، تاني حاجة عندنا في المحاضرة الأولى اللي هي الايه،
الماتريكس بتاعت الايه، التو وايندنج ايه ترانسفورمر. طيب شكرا.